وللحديث أكثر عما أوردته صحيفة لوموند الفرنسية عن حقيقة تفكيك ترسانة السلاح الكيماوي لدى النظام السوري، ينضم إلينا المتخصص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار عبر الهاتف من إسطنبول. حياك الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. أستاذ ياسر، صحيفة لوموند الفرنسية وفي تقرير لها فتحت ملف السلاح الكيماوي لدى نظام بشار الأسد وقالت إن النظام تحايل على المجتمع الدولي في هذا الملف ولم يفكك ترسانته حسب الاتفاق المبرم في هذا الشأن. بداية، ما تعليقكم؟ يعني بداية نستطيع أن نقول أن صحيفة لوموند اعتمدت على تقرير مفصل تم تقديمه إلى 5 مراكز مهتمة بموضوع من مثل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الولايات المتحدة الأمريكية وبعض المقرات التي تهتم بمتابعة ما يعرف بتفاصيل السلاح الكيماوي الذي يتواجد في سوريا. أنا بتصوري هذه الوثيقة التي كتبت كما قدمها تقريركم احتوت على 90 صفحة، كان فيها تفاصيل دقيقة حول عملية التلاعب والتحايل التي قام بها النظام من بعد ما يعرف بانضمام النظام السوري إلى ما يعرف اتفاقية حظر السلاح الكيماوي. إذن النظام السوري متورط، هناك تفاصيل، هناك أدلة وقرائن اعتمد عليه هذا التقرير. بتصوري مثل هذا التقرير يفند المزاعم الروسية التي تسيس تقارير منظمة حظر السلاح الكيماوي. مثل هذه المزاعم تجرم روسيا وتجرم إيران كونهما رعيتان. طيب، السؤال المهم أستاذ ياسر، يعني النظام لم يفكك أم أنه استطاع وتمكن من إيجاد شركات أو جهة أو إنشاء شيء سري لاستيراد مواد تدخل في تصنيع السلاح الكيماوي؟ يعني بداية النظام لديه برنامج سلاح كيماوي لتصنيع السلاح الكيماوي. نعم. قديم جدا، أتكلم منذ 70s من. نعم. القرن الماضي. النظام عندما كان أبدأ من خلال الوسيط الروسي أنه يتفاعل بشكل إيجابي مع منظمة حظر السلاح الكيماوي لم يكن متفاعلا بالشكل الصحيح، كان يتحايل. النظام استمر في عملية التصنيع وبرنامج السلاح الكيماوي بالاعتماد على شركات فاسدة، جزء منها يعني متورط فيها أكثر من 39 دولة، منها 15 دولة يعني أوروبية. أنا أتكلم عن شركات ضمن هذه الدول، هذه الشركات جزء منها قد اتهم وتورط وبدأ يباشر العقوبات، وجزء آخر لا يعني لم ينطبق عليه مثل هذه العقوبات. إذا نحن نتكلم عن نظام لا يزال يتفاعل بأريحية ضمن مجموعة العقوبات التي من المفترض. سألت هذا السؤال كي أصل إلى هذه الإجابة. هنا نجد الاتهام يتجه باتجاه الأمم المتحدة واتجاه المجتمع الدولي وباتجاه اتفاق حظر السلاح الكيماوي في العالم. إذا لماذا لم تتحرك كل هذه الجهات واليوم تحركت؟ يعني نستطيع أن نقول أن مثل هذا التقرير فضح مثل هذا التقاعس لهذه المؤسسات والمنظمات الدولية. أنا بتصوري هذا التقرير فند كما ذكرت تفاصيل حول أسلوب التحايل الذي تتورط فيه مؤسسات وشركات أوروبية. أنا بتصوري أصبحت الآن يعني كل هذه الأمور أمام مسؤوليات الأمم المتحدة. نعلم أن هناك فساد ضمن مؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة، نعلم أن هناك فساد ضمن منظومة التفاعل مع العقوبات التي تمارس على النظام السوري. إذا النظام السوري لا يزال حرا طليقا يستطيع أن يجهز أسلحة كيماوية يستخدمها ضد الشعب السوري الأعزل ولا يشكل بها خطورة على دول الجوار. لو أنه كان يشكل بها خطورة على دولة يعني على الكيان الإسرائيلي لكان هناك يمكن أن يكون تحركات أكثر جدية من النظام الدولي، ولكن كون أن هذه الأسلحة تمارس على الشعب السوري فنجد أن هناك تقاعس وفساد. هل ترى أن الموقف الروسي المتوافق حسب المعلومات مع الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة التخلص من الأسد يرضي إيران الحليف الأكثر تواجدا على الأرض في سوريا؟ في نهاية الأمر نستطيع أن نقول أن هناك لعبة تتلاعب بها روسيا تارة مع الولايات المتحدة الأمريكية من طرف عندما تقنعها أنها تستغني عن نظام الأسد، وتارة تتفاهم مع إيران كون أنها تعلم أن التواجد الإيراني على مستوى الميليشيات الإيرانية في الأراضي السورية هو من يكرس استمرار النفوذ الروسي بطريقة أي حل سياسي يمكن أن يطبق في سوريا. إذا روسيا تستفيد من تواجد إيران وميليشيات إيران ونفوذ إيران في سوريا من أجل أن تقدم نفسها على أنها الدولة الأهم لإيجاد خريطة حل سياسي في سوريا.
على ذكر إيران، كيف تقرؤون قصف الطيران الصهيوني المستمر خلال الفترة الماضية لمواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في سوريا، ومؤخرا قصفت الجنوب السوري؟ يعني نستطيع أن نقول أن كم العمليات كبير جدا، ولكن النتائج لم تكن راضعة حتى هذه اللحظة. يمكن أن نستطيع أن نقول أن هناك نوع من التسريبات والتعاون الروسي لمثل هذه العمليات التي تشكل ضربة إعلامية أكثر منها ضربة نوعية، وإلا لشاهدنا أن هناك تراجع وعملية انحسار للنفوذ الإيراني حتى هذه اللحظة. كل هذه الضربات لم تفت من عضد إيران وتقلل من نفوذ إيران في سوريا، بل على العكس، لا تزال إيران تتواجد في الجنوب السوري وتحاول أن تقترب أكثر من خلال الحدود مع الدولة الفلسطينية. إذن إيران تعلم أنها كلما اقتربت من الحدود مع الكيان الإسرائيلي كلما استطاعت أن تتقاسم الكعكة بشكل أمثل بالنسبة لها. طيب، فتح الملف الكيماوي السوري مرة أخرى، كنا قد سبقنا وشهدنا العالم وهو يضج بالحديث عن هذا الأمر ودخول سوريا في الاتفاقية، وحدث ما حدث، حتى قيل أن السلاح الكيماوي السوري قد فكك. اليوم بعد أن فتح هذا الملف مرة أخرى، كيف تنظرون للمستقبل؟ يعني بالنسبة لتفكيك السلاح الكيماوي، كان يعني من المفترض أن يكون في يعني عام 2013. نحن شهدنا أكثر من 50 ضربة كيماوية تم رصدها بشكل موثق ما بعد هذا التاريخ. إذن الجميع يعلم أن السلاح الكيماوي لا يزال ضمن قدرات النظام التي يستخدمها أمام الشعب السوري الأعزل، ولكن نستطيع أن نقول أيضا أن متابعة تجريم النظام واستمرار تجريم النظام ضمن محكمة دولية تكون متخصصة بعملية انتهاكات الأسلحة الكيماوية يمكن أن يكون سيفا وسلطة على هذا النظام الذي حتى هذه اللحظة يمارس الدور خارج إطار القانون الدولي في يعني بمواجهة شعبي وقتل الشعب السوري الأعزل. أنا بتصوري يمكن أن يكون هذا السلاح موجود على عنق النظام، ولكن حتى هذه اللحظة لم يستثمر بالشكل الأمثل. المتخصص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.